السلام عليكم. النهارده كنت نازل فيديو بقول نصيحة خويا لا تتعلم البيم وتنسى التصميم وتنسى ان انت تنزل موقع وتنسى ان انت تاخد خبرة عملية، الاتنين مع بعض. يعني البيم أداة ما تغنيش ان انت تعرف التصميم وتعرف الافكار التصميم وتعرف حساب. فالحمد لله دي كومنت موافق للموضوع دوت. انا خبرتي سنتين بس، وكل سنتين بالبيم، وبقول نفس كلامك لان لاحظت هذا الكلام. اول سنه بعد التخرج اتعلمت الريفت وبلشت ادرس ميكانيكال في المكتب، وبعدين نزلت الموقع اكتشفت ان كل شغل القديم غلط ومفهوش هندسه، عباره عن رسم. وبعدها اكتشفت ان اللي بيشتغل بيم لازم يكون عنده خبره تصميم، خبره موقع، عشان يطلع بخطوات مميزه، مش هبد زي اللي كنت برسمه في اول سنه. مهندس عبد الرحمن عطعوت من الاردن، حبيت اشارك خبره الناس عشان افيدهم. اتمنى تعليقك يوصل لاكبر مهندسين، عشان كده عملنا الفيديو عشان يوصل لاكبر ناس. البيم مش وحش، البيم حاجه كويسه جدا، ويعتبر اكبر اختراع في مجال الانشاءات خلال 50 سنة اللي فاتوا، وده برسالة علمية مش كلام ملقى على عواهنه. فلازم يكون معاه خبرة في التصميم. يعني احنا مش بنعمل حاجة شكلها حلو، مش بنعمل لوحة فنية، احنا بنعمل مبنى ممكن لا قدر الله يحصل مشاكل ويقع وحاجات زي كده. فلهذا يجب ان احنا نعمل حاجة شغل كويس. لازم يكون في خبرة في التصميم، لازم يكون في معرفة في الحسابات. انا رحت بعد ما خدت خبرة يعني في الشغل، رحت نقابة، خدت كورسات. طول ما انا موجود في مصر كنت بحاول اخد كورسات في مصر رخيصة جدا ومفيدة جدا، يعني عمليا، يعني من خلال الواحد شافه فرق سعره رهيب جدا. زائد ان انت بتاخد معرفة من ناس متمكنة والحمد لله، تمام. واسأل عن الراجل اللي هتاخد معاه كورس قبل ما تاخد الكورس، اصل ممكن يكون حد ما عندوش خبرة او حد بيدي المعلومة وما بيكونش متأكد منها. المهم ان انت ما تركزش كل جهدك على جانب وتنسى باقي الجوانب، لا لازم تكون مغطي كل حاجة. انا كنت شغال ونزلت موقع اول مرة، لا ده الوضع فرق معايا كتير جدا، ان انت شفت الحاجة بعينيك وتخيلتها اكتر وقدرت تستوعب ايه الحاجة اللي انت كنت بتعمل لها. الكاد كان لسه البيم ظهر في الوطن العربي يعني. فاتمنى يكون في توازن بين الحاجات. البيم لان هو حاجة 3D و4D وتنبهر بيها، ما تنساش وما تهملش العصب بتاع الحاجة والحسابات والحاجات اللي انت درستها في الكلية، وتطور نفسك وتحاول تخش تعمل حاجة مانوال بالورقة والقلم، ده بيخلي المعلومة تثبت اكتر وهكذا. واتمنى الموضوع يكون وصل للناس.